إرسي بدور أمين ثروة مسؤولة العلاقات العامة والإعلام بلجنة الميركس دور وكمان صاحبة شركة سكاي هاي، بنرحب فيك عبر موقع الفان. خبرينا أكثر هيك عن تحضيراتك للميركس وكواليس الاجتماعات. أهلا وسهلا فيك، بتشكركم أول شيء لوجودكم اليوم معنا بالفينال. هذا آخر مثل ما بتعرف هذا آخر ميتينج لكل الجوريز، نجتمع اليوم ومنعملين كمان عشاء بالبرستيج جاردنز. كنا عم نحكي كمان عن التحضيرات. نعم، نحن بالتحضيرات صرنا تقريبا شهر ونص شهرين نحن عم نشتغل. هلا أول شيء نبلش من بعد ما ننظم مين في بالجوريز. هالسنة في عنا 3 لجان، لجنة تحكيمية الدرامية، لجنة تحكيمية الغنائية، ولجنة تحكيمية الإعلامية. صوتوا، عملوا تصويتاتهم تقريبا خلصنا يعني. اليوم مضيوا على النتائج الأخيرة وإن الله راد هلا رح نبلش بالإعلام الفائزين ومنبلش بالبروسيجر إذا بدك الخاصة أكثر بالبرودكشن، من بيناتها من جاي من برا، الأكوموديشن، الترانسبورتيشن، كل شيء. شو راح يكون مميز هالسنة عن السنوات اللي قبل؟ لك كل سنة في شيء سبيسيال، ولا مرة ما كان في شيء سبيسيال، ونحن بنشتغل تنطور حالنا. يعني إذا واحد ما طور حاله بيضلوا محل والعالم بتمل. مشان هيك الاستمرارية تبعتنا اللي صار له هلا نحن بسنة 22 إديشن. أوكي، سو ما في أنا دائما بنقولهم أنا أمينة السر. سو أنا لأني أمينة السر ما بقدر كتير أقول أسرار اللي عم بتصير، بس في تحضيرات كتيرة. في عنا جوائز تكريمية من الخارج انترناشنال، ناس انترناشنال وناس من أتراك، وبطبيعة الحال في عنا كتير سوربريزات اللي حنعملها سبيسيال اللي حتكون خاصة بالغنى العربي واللبناني، إضافة لتكريمات لراحلين غابوا عنا. صراحة أثروا كتير فينا، كانوا هني معنا ممبرز من الجوري. يعني هديك السنة أنت بتعرف هلا الراحل المبدع روميو لحود، عميدنا يلي هو من أول ما بلشت الميركس وكان موجود كجوري ممبر. كان عنا مروان نجار الله يرحمه كمان، كان معنا كذا مرة كذا سنة موجود وغدرنا كمان. فما رح لك أكثر من هول، هولي موجود اثنين بس في بعد غير كمان. كنت عم بحكي كمان بمقابلات سابقة قدي اليوم العالم والفنانين عندهم ثقة كتير كبيرة بالميركس. مزبوط، لك لو ما في ثقة ما كان استمر. وبالنهاية أنت كنت اليوم موجود معنا كيف الجوري ممبرز عم بيمضوا على تصويتاتهم يتأكدوا أنه هذه التصويتات، وحتى إذا في تقريب يعني مثلا جايبين 3 نقاط فرق أو قد بعضهم نرجع نعمل إعادة تصويت. عرفت كيف؟ هلأ نحن عنا رولز معينين نمشي على أساسها بطبيعة الحال، هيدي أبار بالنسبة للفائزين. أما أنه عندهم الثقة فينا هلأ أوقات ببين إعلاميا لحيدي متلطشي رح أقولها تتبين هيك واضحة وصريحة. في منهم مثلا بيحسسوا أنه ما عندهم الثقة في حال عدم الفوز. نحن متفهم أي حدا أنه إذا ما فاز أنه يكون عنده ردة فعل معينة، بس ضمنيا أنه بيعرفوا تماما أنه it's a fair game after all، ما في الكل يربح. مشان هيك في سنة بيربح وفي سنة أوقات ما بيربح، بس الفائز بينبسط، واللي ما لح أقول الخسران after all لأنه ما في حدا خسران، هي بس لعبة تصويت. عرفت كيف؟ وذوق أكاديمي، لأنه نحن لجنة التحكيمية تبعيتنا هي أكاديميين، ناس خاصهم بالديجيتال وناس خاصهم نقاد بتعطوا بطريقة مباشرة مع الجمهور. إلسي بدور أنا بدي أتشكرك وبدي أتمنى لك كمان كل التوفيق والنجاح بكل مشاريعك المقبلة. شكرا لك. علي أنا بدي أتشكرك وبدي أقول لك ضلك بهالهمة، قدامك في مستقبل كتير كبير. ميرسي لك. مش أنا بعطي الشهادات بس لأنه شفتك كيف كنت عم تتطور كل هالسنة. حبيبة قلبي، ميرسي كتير لك. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفان.com وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.